اهلا وسهلا الزميله حنان الرحاب. فلوحظ مؤخرا بان هناك يعني كلام كثير حول الكلام اللي جاء على لسان الفهري الامين العام لحزب الاصل والمعاصره، وقمتم برد عليه، وايضا كان رد عليه داخل حزب الاتحاد الشراكي من خلال الافتتاحيه. شنو اللي وقع بالضبط؟ شكرا للاستضافه. احنا ايضا ما عارفينش شنو وقع وما فاهمينش شنو وقع. لاول مره تنتفاجئوا على انه حزب سياسي بحال الأصالة والمعاصرة تيخصص واحد جوج الفقرات للحديث عن حزب آخر بكل قلة الأخلاق وبكل قلة الالتزام بحسن التعامل، بحسن الإيصات وبحسن التعاون والحوار اللي تيكون ما بين الأحزاب السياسية. علاقتنا بحزب الأصالة والمعاصرة كان دائما علاقة يعني فيها الاحترام، تكون فيها النقاش السياسي، النقاش الايديولوجي، تكون فيها الاختلاف وتكون فيها التوافق وتكون فيها التقارب، ولكن في اطار الاحترام. طيله السنين السابقه ومع الامناء العامين السابقين للحزب الاصاله والمعاصره لم نعيش يوما مثل ما عشناه اول امس السبت من خلال ما قراناه في كلمه الامين العام الحالي لحزب الاصاله والمعاصره. وتنعتبروا هذيك الكلمه والفقرات اللي خصصها الاتحاد الشراكي هي فقرات غير اخلاقيه وفقرات غير عاقله وفقرات غير متزنه، وتصدر عن رجل لا يعرف جيدا معنى قياده حزب بحجم الاصاله والمعاصره وبحجم الافاق التاسيسيه اللي كانت عند هذا الحزب. نعم، شنو اللي اثاركم في هاد الفقرتين؟ اولا هدم جيش وطني خاص بواحد الحزب. لماذا الحديث عن الاتحاد الشراكي؟ ولماذا هذا الغمز واللمس؟ ولماذا هذا الضرب؟ ولماذا بدل الحديث على القضايا الداخليه ديال الحزب ومواقف الحزب من مجموعه من القضايا الاجتماعيه اللي مطروحه في الساحه، ومواقف الحزب من مجموعه من القضايا اللي تتعارض مع البرنامج الانتخابي اللي جابته الاصاله والمعاصره، ومواقف الحزب من ما يجري اليوم على الساحة الدولية وللمغرب جزء منه، بمعنى أنه الحزب بدلا من يناقش القضايا الأساسية والمهمة جعل من السيد وهبي، جعل من الاتحاد الشراكي نقطة مهمة في خطابه. أكيد نحن مهمين كحزب وأهمية ديالنا أكبر بكثير أن تأتي على لسان السي وهبي أو على لسان غيره. حنا تنحترموا الأصالة والمعاصرة، نحترموا القيادين ديالو، المؤسسين ديالو. كانت تكون بيناتنا تدافع سياسي، تكون بيناتنا تدافع فكري، ولكن في إطار الاحترام، في إطار الحق لأي واحد أنه يمارس الحياة السياسية ويكون جزء من الحياة الحزبية، وفي إطار أنه تلاقينا في كثير من المرات في مجموعة من المواقف في الجانب الحقوقي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي. أنا أعتقد على أنه هناك واحد الحالة نفسية صعبة وفصامية تعيشها السيد وهبي، مرتبطة يمكن بواحد الانتماء تاريخي لواحد التنظيم حزبي أو للفكرة معينة، واليوم راه مازال مستمر فيها وغادي على طريقها. وهذه الطريقة اللي تتعامل معها وهبي هي طريقة مستنبطة بشكل كبير من أسلوب ديال واحد التنظيم سياسي آخر أيضا كان توجه دائما انتقادات ديالو الاتحاد الشراكي، بدل أن يتوجه للمجتمع ويشوف القضايا ديالو الاجتماعية والقصدية السياسية والحقوقية ويعبر على موقف ديالو بكل وضوح، كان دائما يبني مواقفه على ما يقوله الاتحاد الشراكي وعلى لغياكسون الاتحاد الشراكي. هذا سي وهبي يستنبط أسلوبه الحالي وهو أسلوبه القديم أيضا من خلال صداقته ومن خلال التنظيم الحزبي الذي اليوم تيقول أنا جيت باش نعاونه غادي نعاونه باش يرجع كيف ما كان. نعم، ولكن في نظرك شنو الرسالة اللي بغى يوجهها وهبي من خلال أنه حزب مشارك في الحكومة إلى حزب معارض؟ شنو بغى، واش كاين شي رسالة معينة؟ هذه سميتها واحد ما كاين حتى شي رسالة، لأن الرسائل تدوز ما بين الأحزاب تتكون فيها ميساج والسياسي ولا ميساج ديال مرتبط بمواقف معينه. اللي تنعتبروها لا رساله، وتنعتبروها انا قلت لك تنعتبروها حاله نفسيه مهترئه ما عندها علاقه نهائيا لا بقيمه الناس اللي تتقاسموا مع الوهبي المنصه اللي كانوا فيها، لا بقيمه طبيعه الحضور في المجلس الوطني، ولا بقيمه المؤسسين ديال الحزب، ولا بقيمه الافكار اللي الحزب اليوم تدافع عليها وتحاول على انه يبرزها في الساحه. حنا قطعنا
مع الخلاف بيناتنا وبين الحزب الأصالة والمعاصرة، قطعنا معاه سالينا معاه مورا يعني بعد 2011. اليوم تنعتبره حزب عادي كباقي الأحزاب، من حقه أنه يتواجد في الساحة السياسية، تنعتبره على أن مجموعة من المواقف دياله، مجموعة من الأعمال دياله تحتاج للنقاش وتحتاج إلى تثمين أو الاختلاف، وهذا أمر عادي ما بين الأحزاب السياسية. فوجئنا ما عمر هذا الشيء مطرى لا مع إلياس العماري لا مع سي بن شماس لا مع بن الشيخ لا معهم، جاني مع كاع القادة السابقين رؤساء ديال حزب الأصالة والمعاصرة، ولا حتى مع باقي أعضاء المكاتب السياسية ديال حزب الأصالة والمعاصرة. يعني واش ممكن تكلموا على أنه هذه واحد الحالة خاصة ديال عرفتها فوهبي في اتجاه الحزب؟ وأنا قلتها لك، هذه حالة نفسية خاصة وحدانية ديال هذا السيد اتجاه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لا أظن على أن من كان معه في المنصة كان راض على ما قاله او ما تفوه به، والدليل على انه في مواقع التواصل الاجتماعي ما لا احد جدف على المنطق ديالو، ولا احد خرج وقال وتجرأ وقال ما قالوا عن الاتحاد الاشتراكي وقادته وعن مناضليه. الله يرد به، هادشي اللي غادي نقولو. كسؤال اخر يعني بعد هذه الافتتاحيه هذه، واش ممكن نقول بانه غادي يوقف الامر عند هذا الحد هذا ام ماذا؟ شوف احنا قلنا الله يرزقنا منافس عاقل. والله يرزقنا ناس معنا في الساحه السياسيه عاقلين وتعرفوا شنو هي ما معنى التنافس السياسي وما معنى التدافع السياسي الايجابي. حنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ردينا عن طريق الافتتاحيه، وردوا بعض الاخوان والاخوات بطرق فرديه، ما كاينش توجيه حزبي في هذا المجال، اللهم لا رساله الاتحاد اللي قريتوها. سنقف عند هذا الحد لأننا نعرف أنه هو لسان واحد لا صيت له ولا صوت له داخل البام، هو لسان وهبي فقط. لا وزراء البام سيقبلون على ذلك على حزبهم، لا القادة السياسيين للبام، لا مؤسسي لا مثقفي لا برلماني يمكن أنهم يكونوا مع وهبي في أن يمس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو أن يمس أي تنظيم سياسي آخر بتلك طريقة بتطار. اللي لاحظناه هو انه تيجي اجتهاج من غير القوى التقدميه الحداثيه الاصيله اللي بنات البلاد واللي كانت في الحركه الوطنيه واللي ساهمت في ارساء الديمقراطيه واللي تدير التدافع السياسي الحقيقي والايجابي، ويغازل العداله والتنميه اللي هو اللي كان سبب بشكل كبير فانه كان القاسم الانتخابي اللي جاب التعديلات ديال القاسم الانتخابي هي المعارضه السابقه، هو وهبي الحزب الاصل المعارضه للاصل المعاصره اللي زق قدمه في البرلمان، هما اللي قدموا التعديل ديال القاسم الانتخابي. ايوا تبارك الله، اليوم العداله والتنميه البارح كان قبيح خايب، واليوم غادي نجي نعاونوا لان السي بن كيران رجع، والاتحاد الاشتراكي دائما عنده هو في لسانه انه تيدخل في شؤونه الداخليه، عنده حقد مبطن على الحزب وعلى قيادته، ويمكن عنده عقده معينه على انه احنا باش تكون قائد داخل الاتحاد الاشتراكي خصك تمر بشروط كثيره، يعني تنقولوا الصف طويل، وهذا الصف ماشي سهل، الصف فيه العمل الميداني وفيه العمل يعني الميداني اليومي وفيه الافكار وفيه لونغاجمون وفيه التزام، جاتو سهله. دار واحد الجمل طويله وعريضه في مواجهه وفي مهاجمه الاستاذ الياس العماري، بعد منها جمل طويله وعريضه ومكرره في مهاجمه بن شماس، استقل طلع الرئيس ديال الحزب الاصاله والمعاصره اليوم باغي يخرج الحزب على النسق ديالو اللي التزم فيه على الاقل اخلاقيا، لانه عمرنا ما شفنا الاصاله والمعاصره وقيتها قلت من قيمه اي حزب وطني، لا في التقدم الاشتراكيه ولا الاستقلال ولا الاتحاد الاشتراكي، ما عمرهم ما كانوا دائما يكنوا لنا الاحترام، وخاصه الاتحاد الاشتراكي لاحظنا بانه الوهبي تهجم على الاحزاب الوطنيه جوج المرات، مره عندما اراد ان يترافع من اجل اقرار القاسم الانتخابي يعني تهجم على الاستقلال والاتحاد والتقدم الاشتراكي، ويمكن ترجعوا للتصريحات ديالو السابقه، واليوم ايضا يتهجم على الاتحاد الاشتراكي بهذه الطريقه الغير اخلاقيه والغير معقوله والغير متزنه، واللي تتنم على حاله نفسيه مهترئه ومرتبكه ولا تعرف قيمه الكرسي الذي تجلس عليه. وباش نختم بغيت نقول لك بانه احنا ما عندنا حتى شي اشكال مع قياده الاصاله والمعاصره ولا مع لا الحاليه ولا السابقه، تنحترموا الحزب، تنحترموا قراراته، وتنحترموا اختياراته، تنناقشوه في اطار السياسه،
وتنبينوا التناقضات اللي تطيح فيها السي وهبي في تصريحاته، وتصريحاته اللي تيقولها راه باين راه المغاربه كاملين تيشهدوا عليها، راه اليوم كلام وغدا كلام، اليوم تصريح وغدا تصريح. والذي يفصل القائد الحزب ديالنا ادريس الجقر على الاتحاد الاشتراكي وتيحاول يستهدفه هو كشخص من خلال استهداف الاتحاد الاشتراكي، حنا هادشي راه ما تنقبلوش به نهائيا، ما تنقبلوش، لان ما تنقبلوش الدروس من انسان اصلا ما جاش للسياسه بطريقه ديمقراطيه، وما بناش مساره الانتخابي ومساره الحزبي بطريقه ديمقراطيه. ولا جينا نشوفوا من البدايه ديال الانتخاب ديالو كبرلماني على واحد الدائره معينه، هذا الى اليوم راه فيها نقاش. وش غنقول لكم؟ الله يرد به. شكرا جزيلا حنان الرحاب، كنت معنا عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشراكي، شكرا واهلا وسهلا بك.